قبل ما نبدأ المسلسل صلى على النبي. بتبدأ قصتنا بشباب متنمرين بيضربوا طالب معهم في المدرسة اسمه جين. يونج قال له ما تخافش حبيبي تعالى في حضني، بعد اذنكم يا جماعة ما فيش حد يضربه، انا بس اللي اديله على قفاه، وبيضربوا بوكس قوي بيطبق وشه. قال له هو كله ضرب ضرب كده ما فيش شتيمة؟ وبنلاحظ ان شكله بدأ يتحول زومبي، وفجأة بيقوم وهو متعصب وبيقول له لو امك راجل اقف مكانك. بيهجم عليه بكل قوته، بينزل من ارتفاع عالي جثة هامدة. يونج واللي معاه خلعوا من المكان، وناس ولاد حلال شافوه ونقلوه للمستشفى. بعد ساعة بيوصل بابا للمستشفى اسمه الاستاذ لي، بس من شكله كده واضح انه مخبي حاجة. بيلاقي موظف الاستقبال مشغول فاستغل الموقف ودخل لابنه بدون ما حد يشوفه. جين حكاله اللي حصل بالتفصيل، سأله عضيت حد منهم؟ قال له لا، وبنفهم ان بابا عمل عليه تجارب عشان يكون اقوى، لكن الموضوع فشل وحول ابنه زومبي. وفجأة بدأ يجيله تشنجات عصبية وبدأ يتحول زومبي. بابا قال له انا اسف، انا اللي عملت فيك كده، وقتله بمنتهى العنف وحط جثته في شنطة ونقلها من المستشفى. بيعدي اسبوع وبنشوف الاستاذ لي شغال في نفس المدرسة اللي كان فيها ابنه. ويونج وعصابته ما زالوا بيضايقوا الطلاب، والضحية كانت بنت اسمها سو ومعها صديقها تشان. المشكلة ان يونج كان عايز يتحمرش بسو. تشان قال له عيب يا استاذ يونج، ما يصحش تلمسها قدامي. قال له خلاص لف وشك الناحية التانية. والمشكلة انه بيصورها بدون ملابس عشان يذلها بالفيديو، والبنت يا عيني نفسيتها تعبت. وطبعا صاحبها بعد الموقف ده عصب وقال له ربنا يسامحك يا اخي. ايوه انت. في اللحظه دي بيوصل ليزو متنمر زيهم، بس ربنا تبع لي من الشله دي. المهم طلع جدع وانقذ الشباب منهم. بننتقل للمدرسه. الاستاذ لي بعد ما خلص حصته طلب من مجموعه الطلاب ينظفوا معمل العلوم، وفعلا خلصوا المهمه واتكلوا على الله. بس المشكله انهم نسيوا صاحبتهم هيون نايمه، وقبل ما تمشي سمعت صوت عالي في المعمل ودخلت بنفسها تتفقد المكان، وبتتفاجئ بفار تجارب قدامها وكان شكله كيوت وبتفضل تلعب معاه. لكن فجأة جاله تشنجات عصبية وعضها من ايديها، واحتمال الفيروس ينتقل من خلال الدم. بيوصل الاستاذ ليه وقال لها مين اللي سمح لك تدخلي هنا؟ فتأسفت ومشيت. وبيلاحظ ان في دم مكانها وبيفهم ان الفرع عضها، فبيسحبها جوه المعمل لانها ممكن تتحول في اي لحظة. في الوقت ده ليزو متجه للفصل بتاعه، بالصدفة بتوقفه بنت اسمها جو وقالت له انها معجبة بيه، بس ليزو سكت وما ردش عليها. تاني يوم المدرسة ما ودخلت الفصل وسألت الطلاب عن صديقتهم هيون لانها اختفت. واحد قال لها اخر وقت شفتها وقت تنظيف المعمل. وبعد الحصة ما وصلت المعمل وقابلت الاستاذ لي، قالت له عندي طالبة اسمها هيون اختفت واهلها قلبين الدنيا عليها، والطلاب قالوا لي انها كانت موجودة هنا. وفجأة سمعوا صوت عالي ما وشكت فيه وسألته حد معاك جوه؟ قال لها حد زي مين يعني؟ لا ده الفار اللي عمل الصوت ده. وبعد ما اتأكد انها مشيت من المعمل بيجهز حقنة لهيون عشان يبطأ تحولها لزومبي، وقال لها ما تخافيش انا مش بقتلك، انا بحاول عالجك. وبعدين بيدخل الفصل لانه عنده حصة. يونج زعيم المتنمرين كان موجود وقدامه البنت اللي صورها فيديو وكتب على ظهرها كلام وحش وضحك الطلاب عليها، والبنت يا عيني اعصابها بايظة وخايفة تتكلم لدرجة انها فكرت في الانتحار. والاستاذ ليه مش مهتم باللي بيحصل وبيكمل الحصة عادي. في الناحية التانية هيون اتحولت زومبي بشكل كامل وفكت نفسها. بعد شوية الحصة التالتة بتبدأ، والمدرسة ما عملت امتحان شفوي وسألت ايما، بس ايما شكلها مش مذاكرة وعايزة تخلع من السؤال، فقالت لا عايزه ادخل الكبانيه قبل عايزه ادخل الحمام. فبتسال ليزو سؤال وبسم الله ما شاء الله طلع فاشل هو كمان. فجاه بتدخل عليهم هيون بالشكل ده وقالت لهم الاستاذ ليه هو اللي عمل فيها كده. ليزو الله يبارك له بيشيلها وبيتجه للعياده، وبدات تتشنج بشكل مخيف وبتقول لهم هقتلكوا كلكم، وللاسف جرحت بنت من الموجودين، والبنت دي بتكون جو. المهم الدكتوره مش فاهمه البنت دي بتعمل كده ليه، فبيتصلوا بالاسعاف، وبنفهم ان ابو جو مسعف فبيعالج جرح بنته وطلب منها تاخد بالها من نفسها. بعد شويه الاستاذ ليه دخل المعمل واتفاجئ ان هيون اختفت، وطبعا مصدوم لان ما عندوش علم باللي حصل. وفجاه دخلت عليه المدرسه ماو ومعاها واحد واخدوه للمدير، فقال للمدير البنت دي مستحيل تدخل المستشفى، لازم تتعزل. في اللحظه دي الضابط دخل وطلع الكلبشات وقبض عليه. في الناحيه الثانيه دكتوره المدرسه بدات تحس باعراض الفيروس وعيونها كلها دم، وبنفهم ان هيون عضتها اثناء الحقنه. واثناء ما الشباب معديين من قدام الاوضه لاحظوا انها واقفه حافيه وحالتها صعبه، وفجاه هجمت عليهم بس نطحت الجدار، وفجاه هجمت على جاك وبعدين هجمت على الباقيين. وجاك دخل فصل وعض اجمل بنوته في المكان. صاحبها قال له ابعد عنها انت هتبوسها قدامي، قال له باين عليك ما بتستحماش وانا ما باكلش المعفنين، انكتب لك عمر جديد يا ابن المعفنه. بنطلع على سطح المدرسه بنشوف سول مسكينه بتفكر تنتحر بسبب التنمر، وقبل ما تحدف نفسها اتشاي وصل وقال لها لو عملت كده هموت نفسي. قالت له الكلام ده ملوش لازمه، ابعد عني
وبعد عن جثتي كمان بعد ما موت، وخدت نفس اخير واستعدت للموت. وفجأة بتلاقي الطلاب بيتحدفوا من الشبابيك، والفيروس بدأ ينتشر في المدرسة كلها. في مكان تاني في نفس المدرسة بنشوف جو وصديقتها، واول ما خلصوا اكل الزومبي هجم على المكان. الطلاب حاولوا يهربوا لكن جو وقعت على الارض. واحد من الزومبي شافها وكان ماسك ودان واحد في بقه، اكيد بيقول له كلمتين مهمين في ودانه. المهم جو قاعدة قدامه وهو استغل الموقف وهجم عليها وقبل ما ياكلها. الحلقة الاولى خلصت. قبل ما نبدأ الحلقة التانية شجعوني وانزلوا حطوا اللايك الجميل. انا شايفك وانت مش عايز تعمل لايك اهو، مش مكسوف من نفسك كده وانت مش عايز تعمل لايك لاخوك؟ حس بيا يا جدع. في ايه؟ المهم الزومبي هجم عليها لكن سام انقذها في اخر لحظة، والدنيا فوضى حواليهم والوضع خرج عن السيطرة، فبيطلعها من الشباك وبيطلع معاها. ويونج زعيم المتنمرين دخل استخبى في المطبخ لانه امان. في الوقت ده بنشوف مجموعة شباب بيلعبوا، والعجل ده لابس قمع في رجله عشان يضحك صاحبته البنات. وفجأة الزومبي وصل وصاحبنا ده مفيش وقت يقلع القمع. الزومبي قال له اقف يا عجل، والله العضك من رجلك. في الوقت ده المدرسة مو طالعة فوق اتفاجئت بصاحبنا ده بياكل طالب غلبان. قالت له سيب اخوك يا عجل. قال لها مين ده اللي عجل يا ولية انت؟ فبتخلع منه وبتطلع عشان تبلغ باللي شافته. في الناحية التانية سام وجو ما زالوا مش لاقيين مكان للخروج، وفجأة بتدخل شاحنة وبتدوس على الزومبي. سام فهم انه شخص جاي ينقذهم، لكن بنتفاجئ بزومبي وباين عليه بيتعلم السواقة جديد. سام بيستغل الموقف وبيطلع فوق الشاحنة وطلب من جو تتسلق فوقه، وفعلا طلعوا بالسلامة. بس لما دخلوا المدرسة الزومبي كان موجود في كل مكان، وللأسف واحد منهم هجم على سام، وهنا جو اتصرفت وفتحت عليهم طفاية الحريق وخلعوا من المكان. وبيوصلوا الفصل وبيستخبوا فيه. في مكان تاني بنشوف ليزو وإيما متحوطين بالزومبي، بالصدفة بيشوفوا سلم وبيطلعوا عليه، والحمد لله بيوصلوا لنفس الفصل وكل الموجودين فيه نجوا من الموت. في الناحية التانية بيحققوا مع الأستاذ لي، فبيحكي القصة كاملة وقال لهم ابني جبان وبيخاف من أي شيء، فأخدت مادة الأدرينالين من جسم فار وحطيت عليها إضافات وحقنت ابني بيها، وعملت كده عشان لما يحس بخوف يتحول لمخلوق قوي ويدافع عن نفسه. وللأسف اتحول زومبي وعض مامته وحولها زومبي، وطلب منهم يلحقوا هيون قبل ما توصل للمستشفى، لكن فات الأوان والإسعاف وصلت بالسلامة. بس هيون كانت هادية بسبب حقن المهدئات، بيعملوا عليها فحوصات وبيدخلوها جهاز الأشعة المقطعية، ومن سوء حظهم بدأت تفوق. الدكتور حاول يكتفها لكنها أقوى منه وهجمت عليهم وعضتهم، وبعدين هجمت على المستشفى كلها وكانت ماشية زي الدودة على الأرض. والجماعة دول مازالوا محبوسين في الفصل. سام بلغ الشرطة تيجي تنقذهم. الضابط قال له سكوزمي، هو يطلع ايه الزومبي ده؟ قال له أموات بياكلوا لحوم البشر. قال له المقالب دي مش هتدخل على الحكومة يا ابني، احنا الحكومة. صاحبه قال له لو شاب اقفل السكة في وشه، لكن لو بنت سيبها لي انا هتصرف معاها. وفعلا قفل المكالمة في وشه. جو شغلت دماغها واتصلت بالمطافي وبلغت عن حريق في المدرسة، وطلبت عربية اسعاف عشان باباها يوصل لها. وفجأة الاستاذ يوان دخل عليهم وقال لهم قيام، كله يقف يا اولاد، الطلبة اللي ماتوا هنكتبهم غياب والباقيين هياخدوا الدرجة النهائية، يلا ايد واحدة كلنا ننقل الديسك قدام الباب، اجمد يلا عشان اديك الدرجة النهائية. في اللحظة دي جو اكتشفت عضة على ايد الاستاذ يوان، قالت له بصوت عالي انت هتتحول زومبي. واول ما شاف العضة قال لهم ايه ده ايه ده، ده مش بتاعتي. قالت له هتتحول زومبي في اي لحظة، ولو بتخاف علينا اطلع من هنا. قال لها احترمي نفسك بدل ما سقطك في مادتي. قالت له مادة ايه يا عم، ده انت بتدينا العاب. وبدأ ينزف دم بكثافة، وجو ضربته بالشنطة على قفاه، اكيد بعد الحركة دي هتشيل المادة وهتعيد السنة. وفجأة بيقع على الارض وبيحصل له تشنجات، وهجم على بنت واقفة وعضها في وشها، لكن واحد شاله وحدفه في الجدار رجع تاني. قال له بتضرب مدرسك يا كلب، افتح ايدك يالا. واحد منهم بيشيل ديسك وبيثبته في الجدار، وبيساعد واحد كمان انهم يثبتوه. والمشكلة ان البنت اللي عضها بدأت تتحول وهجمت على ساكي، لكنه مسكها على ما الباقيين يهربوا، وفعلا فتحوا الباب وطلعوا، فبيحدفها بعيد وبيطلع معاهم. ودول كمان حدفوا المدرس وطلعوا معاهم، اتجهوا للسلم، اتفاجئوا بزومبي قدامهم، لكن ليزو عنده رأي تاني. ليزو وقع على السلم وقال لي سام خدهم وادخل المعمل، بس المشكلة ان الزومبي في كل مكان مش بيخلصوا، فبيقفلوا على الزومبي بالابواب والشبابيك على ما سو تكسر قفل المعمل. وفعلا دخلوا بالسلامة وقفلوا على نفسهم. جو بتلاحظ ان ليزو مش موجود. سام قال لها اخر وقت شفته كان على السلم. بننتقل للحمامات وبنشوف ولد وبنت مستخبيين، وبنت اسمها ميم مستخبية في الحمام اللي جنبهم. بالصدفة سمعت البنت بتقول لصاحبها انا دايخة وحاسة بتعب شديد. جون قال لها يا رب تكون حامل وما يطلعش اللي في دماغك.
دماغي، وفجأة مي دخلت عليها واكتشفت بنفسها العضة، فقفلت عليها باب الحمام وقالت لجون لازم نتخلص منها. وفي خلال ثواني بدأت تتحول زومبي. مي مسكت خشبة وقالت له افتح الباب وانا هقتلها، واول ما هجمت عليهم دخلت الخشبة في بقها طلعت من قفاها، بس كانت اقوى منهم برضه. فبيوصل ولد وبنت وبيقتلوها بالاسهم، اسمهم هان وجيتا. بعد شوية المدرسة مو اتكلمت في مايك الإذاعة وطلبت من الناجين يحافظوا على حياتهم، وطبعا كل الموجودين سمعينها بما فيهم الزومبي. ومدير المدرسة مستخبي تحت المكتب وبيأكل سندوتشات الطلاب. بننتقل للفصل، وكانت جو واقفة تشم هوا وتهدأ أعصابها. صديقتها ماجي حاولت تلطف الجو معاها ومسكت إيديها وقالت لها ما تخافيش هنطلع من هنا بالسلامة. جو لاحظت إن إيد صاحبتها باردة قوي، قالت لها مالك سقعانة ولا إيه؟ وقبل ما تتكلم أي كلمة بدأت تنزف، وبنفهم إنها تعضت قبل ما تدخل الفصل. المهم بدأت الأعراض تزيد وكلهم طلبوا منها تطلع من الفصل قبل ما تتحول. وجو يا عيني زعلانة عليها ومش مصدقة نفسها وبتفتكر ذكرياتهم الجميلة مع بعض. وفجأة ماجي هجمت عليها لكن سام أنقذها، وقبل ما تقع جو مسكتها وكانت حزينة جدا، بس للأسف مفيش حاجة في إيديها تعملها، وسام بيضربها بالكرسي وبيتخلص منها. في الناحية التانية ليزو اللي طلب منهم يدخلوا المعمل استخبى لوحده في مكان فيه زومبي بيشوف قدامه شباك وبيستنى اللحظة المناسبة عشان ينزل منه. في نفس الوقت سام قال لهم جهزوا نفسكم هننزل من الشباك، بيحدف خرطوم المطافي وقال لهم هنزل انا الاول ولو لقيت المكان امان هبلغكم. بتبدأ الحلقة بسام لما طلب منهم ينزلوا من الشباك، وده لان الزومبي ممكن يدخل في اي لحظة. ولما نزل خرطوم المطافي الاستاذة ما وشافته وساعدتهم انهم يدخلوا اوضة الاذاعة. بيتبقى سام لوحده والزومبي اقتحموا الفصل وهجموا عليه، لكن بينط من الشباك في اخر لحظة وبيتعلق في الحبل. بنشوف ليزو في الاوضة اللي جنبه مستخبي من الزومبي، واول ما جت اللحظة المناسبة خرج من الشباك وبيتفاجئ بسام متعلق قدامه. فحاول يوصل له لكن الموضوع صعب عليه، فبيلاقي زومبي زي القمر بيريل على وشه. قال له لا مؤاخذه يا فنان على الرياله دي امسحها فيا. وفجاه بينط يمسك في الحبل وبينزل فوق سام وبيتخلص من الزومبي اللي ماسك في الحبل. جاكو شافته وقالت لهم الحقوا يا بنات ليزو عايش. بتهزري؟ والحمد لله بيدخلوا اوضه الاذاعه بالسلامه. واثناء ما فان في طريقه البنت جو بيجيله اتصال وطلبوا منه يتجه لحاله خطيره في مجلس المدينه. وفعلا بيوصل للمكان وبيلاقي زومبي بس متكتف في الكرسي. فان فتح الكشاف في بقه وفضل يبص فيه. الزومبي قال له هو في حاجه واقعه بقي ولا ايه؟ فطلب من المسعفين يلزقوا بقه عشان ينقلوه للمستشفى. المشكله انه عض واحد فيهم. فان قال له بسيطه ما تقلقش. بعد شويه مديره اتصل بيه وقال له في فيروس خطير بينتقل من خلال العض. وهنا فان اتصدم لان الزومبي عض صاحبه، وفجاه بيجيله تشنجات وبينزل على الارض وبيلف وبيفرد جناحاته. المديره قالت لهم هو هيطير ولا ايه؟ وفجاه هجم على نايون، لكن فان كتفه باحكام وطلب من نايون يربطه بالحبل. بننتقل للمدرسه مع باقي الشباب، وكان وسطهم بنت مش سالكة اسمها جاكو، فبتصوت وبتقول لهم فاتحين الشباك ليه؟ انتوا ما بتفهموش؟ سون قال لها احترمي نفسك. قالت له لا والله ما بقاش الا انت اللي هتعلمني الادب، ده انت عالة وغبي يالا. قال لها ما تشتميش، ايه ولا دي؟ الاستاذة ماو قالت لهم مش وقته خالص اللي بتعملوه ده، وانت بتقول له انت عالة ليه؟ ليزو قال لها لانه يتيم بياخد مساعدة من الحكومة. ماو قالت لها انتوا اخوات وما يصحش تتكلمي معاه بالشكل ده. بعد شوية بيشوفوا كمبيوتر وكان عندهم امل يفتحوا نت ويشوفوا العالم بيحصل فيه ايه. في اللحظة دي سون بيلاحظ ان الخرطوم بيتحرك، بس بيفهم ان ده بسبب الهواء. وفجأة الازاز اتكسر ودول اتصدموا. سام قال لهم ما تخافوش الهواء جديد النهاردة. سام مسك الخشبة وحاول يبعد الزومبي. سون بيساعده لكنها مسكت ايده عشان تعضه، وسام انقذه وضربها على التوتة عشان تسيبه. ليزو لقى ان مفيش فايدة فخد الخشبة من سام وخبط سون بدون قصد وحاول يبعد الزومبي. وسون مسك جهاز الكمبيوتر وخبطها في نص دماغها، وفي خلال ثواني سون بدأ ينزف. وطبعا جاكو استغلت الموقف وقالت لهم هيتحول زومبي. قال لهم لا والله ده ليزو خبطني بالخشبة. قالت له خشبة ايه يا ابو خشبة؟ بص الجرح اللي في ايدك كده. وحاولت تقنعهم انه هيتحول عشان تخلص منه. سام بص على ايده وقال لهم دي مش عضه. الاستاذه ماو قالت لهم ما تقلقوش مجرد خدش بسيط. جاكو قالت لهم اي شخص بيتصاب بينزل دم من مناخيره. سام قال لها انا فاهم انك بتكرهيه لكن الوضع دلوقتي حياه او موت. الاستاذه ماو قالت لهم انا عندي حل، هنحبسه في اوضه الاذاعه 5 دقايق ولو ما تحولش زومبي هتتاسفي له قدامنا كلنا. سون قال لها انا مش هقعد 5 دقايق، انا هقعد ساعه كامله عشان تطمنه. ودخلوا الاوضه وقال لهم اشوفكم بعد ساعه. في الناحيه الثانيه يانج مازال محبوس في
في المطبخ مع صاحبه، فقال له ما تقوم تعمل حاجه بوشك اللي عايز اعاده ضبط مصنع ده، وبيحدفه للزومبي وبيخلع من الاتجاه التاني. زومبي تاني هجم عليه ومش عارف يهرب منه فين، فبيلاقي ست جدعه بتنصحه يستخبى معاها. الله يرحمها بقى، كانت ست جدعه. في الناحيه التانيه الشباب بيسجلوا كل المعلومات اللي اكتشفوها عن الزومبي، واهمهم انه بينجذب للصوت. سام بيطمن على سون وبيلاقيه مازال حي، وطبعا جاكو مفيش حد طايقها وقاعده لوحدها. سام بيقول لجو مالك ساكته ليه؟ قالت له بابا كلمته من ساعتين وخايفه يكون حصل له حاجه. قال لها انا كمان قلقان على مامتي جدا، وخصوصا انها هتفتح مطعم خاص بيها النهارده. وفعلا مامته علقت اليافطه وجهزت المحل على الافتتاح. بالصدفه بتسمع المذيع بيتكلم عن فيروس فتاك بيحول الناس زومبي، فبتتصل بابنها سام لكن موبايله بيكون مقفول. وهنا صممت انها تنقذ ابنها بنفسها، وخدت موتوسيكلها الشقي ومسحت بيه بلاط الشارع كله، وكانت هتخبط بنت شايله طفله بس الحمد لله جت سليمه. بتسمع زومبي بيقول لها استني يا حاجه خديني معاك الاول الشارع، ولان الموتوسيكل تقيل بتسيبه وتجري. في الناحيه التانيه سام بيتابع سون، وسون مازال طبيعي الحمد لله، فبيقول له فات 30 دقيقه اطلع بقى. قال له مش طالع. الاستاذه ما قالت لهم انا هطلعه، وفضلت تتكلم معاه لكن مفيش فايده. سام قال لهم هدخل انا، صاحبه قال له تدخل انت ليه؟ المفروض المستفزه دي اللي تدخل تعتذر. وفعلا دخلت اوضه الاذاعه وندهت عليه لكنه ما ردش عليها، فطلعت فوطه وحطتها على الجرح اللي في ايده على اساس انها بتعالج الجرح، لكنها شتمته تاني بدون سبب وقالت له انا متاكده انك هتتحول زومبي. قال لها انا شاكك فيكي، حاسس انك عملت فيا حاجه. فسكتت وسابته ومشيت. وبالليل سون قاعد وسطهم اتفاجئ بمناخيره بتنزل دم، شكله كده اتصاب فعلا. جاكو قالت لهم اتاكدتوا بقى؟ اهو اتحول قدامك اهو. سام حاول يساعده فقال له ابعد عني عشان ما تتاذيش، انا حاسس ان بطني بتتقطع. وكلهم يا عيني زعلانين عليه. جاكو قالت لهم انتوا مستنيين ايه؟ طلعوه من هنا قبل ما ياكلنا. فقال لهم محدش يلمسني انا هطلع لوحدي. وقبل ما يفتح الباب اتحول زومبي. سام شغل دماغه ووقف على الشباك، وفعلا خطته نجحت وتخلص منه. وسام يا عيني كان زعلان عليه وبيعيط ودقنه عماله ترتعش من الزعل. في الوقت ده بنشوف البنت شايله طفلها وللاسف اتعضت في ايديها وهتتحول خلال دقايق، فبتدخل مطعم خالي من الزومبي وبتحط طفلها، وبعدين بتربط نفسها بعيد عنه عشان لما تتحول ما تاكلوش. وطبعا صوت الطفل عالي والزومبي انجذب للمكان، وللاسف الام اتحولت. بننتقل لمبنى مجلس المدينه وقفلوا ابواب المبنى باحكام. فان قال لهم ممنوع الخروج لاي سبب، انا بلغت المسؤولين وهيبعتوا فريق انقاذ في اي وقت. وبيكلم زمايله عشان يسالهم عن الوضع في المدرسه لكن مفيش حد رد عليه. في الناحيه الثانيه الجماعه دول مازالوا زعلانين على صديقهم. ايما قالت لجاكو انا شاكه فيكي، قبل ما تدخلي لسون شفتك بتمسحي الفوطه بدم الزومبي، وبعدين حطيت الفوطه على جرح سون بحجه انك بتعالج الجرح، وطلبت منها تطلع الفوطه قدام الكل. ولما رفضت ايما ضربتها بالقلم فطلعت المنديل وحدفته في وشها. سام اتصدم وحاول يضربها لكنهم مسكوه. قالت لهم انا مش محتاجه لحد فيكم، انا هطلع اموت نفسي. وفعلا طلعت من الاوضه والزومبي جعان ومستني اللحظه دي وهي مستسلمه للموت. وقبل ما ياكلوها الاستاذه مو وصلت وانقذتها. قبل ما نبدا الحلقه الرابعه اعمل لايك عشان افرح واملى الدنيا بهجه وسرور. بتبدا الحلقه بيوتيوبر اسمه تايمز وكان متجه لمدينه بوسان عشان يفرج الفانز على الزومبي، لكن بيتفاجئ ان الجيش قافل حدود المدينه، فبيقول للفانز انه هيدخل ماشي وبيطلع معدات الامان بتاعته وكان متحمس جدا. المهم بيوصل المدينه في الليل وبيلاقي زومبي قدامه، فقال للمعجبين بصوا يا بنات الزومبي كيوت ازاي. وفجاه الزومبي حس بيه لكن خلع من المكان قبل ما يعضه واستخبى في مكان هادي. في الوقت ده الحاجه هيون بتوصل للمدرسه بالسلامه، بس الزومبي متواجد في كل مكان. بالصدفه شافت سون صاحب ابنها، ومن غبائها طلعت تساله عن ابنها، فهجم عليها ونده لباقي الزومبي ياكلوا لقمه على الماشي عشان ما يناموش على لحم بطنهم. وفجاه بتعدي طياره هليكوبتر من فوقها فبيسيبوها وبيتجهوا ناحيتها. في الوقت ده بنشوف يانج وكان متمسك بالحياه قوي، فبياخد عجله عشان يطلع بيها من المدرسه خالص، لكن الجنزير وقع فبيضطر يدخل المدرسه تاني وبيستخبى في اوضه المدير وبيقتل كل الزومبي الموجود في المكان. فبينزل واحد قدام المدير وكان هيعملها على نفسه من الخوف. في الناحيه الثانيه بنشوف تايمز مازال مستخبي وبيقول للفانز جحفله جحفله كم لايك وخلي الزومبي يعضني. وبيوصل لحضانه اطفال فبيدخل بهدوء، وفجاه الاطفال هجموا عليه قال لهم الحقوني الحقوني، وطلع فوق لعبه عاليه عشان يكون في امان. في الناحيه الثانيه المحقق مازال بيتكلم مع الاستاذ ليه، وفجاه اتعصب عليه وقال له انت لا يمكن تكون انسان، انت قتلت مدينه كامله. فقال له حاولت احل الموضوع بس محدش اهتم بكلامي. ده في يوم ابني دخل المستشفى، ولما دخلت اطمن عليه اتفاجئت انه حاول ينتحر بسبب الاكتئاب. فحاولت اصلح المشكله وجمعت كل مدرسين المدرسه وطلبت منهم يعاقبوا المتنمرين، لكنهم ما اهتموش بكلامي وشايفين ان
التنمر شيء طبيعي. وفي تاني يوم ابني دخل عليا بدون جزمة وكان بيعيط وبيقول لي نفسي اموت عشان تعبت. ومن اللحظة دي قررت انتقم من العالم كله. المحقق قال له البلد فيها قانون. قال له قانون يا ابو قانون، انا جيت اشتكي لك وانت قلت لي مفيش دليل على كلامك. المحقق قال له انت الوحيد اللي هتوصلني للعلاج. فقال له مفيش علاج. في اللحظة دي بيجي له اوامر باخلاء المكان حالا، وفعلا بدأوا ينقلوا المساجين. بس قبل ما الجماعة دول يطلعوا الزومبي هجم على المكان. المحقق دخل في وسط الزومبي عشان يدافع عن اصدقائه. ليه شايف المشهد ده قدامه وفرحان فيهم، وبعدين بدأ يعيط لما حس بحجم المصيبة اللي عملها. فبيمسك الزومبي قبل ما يعض المحقق، لكن بيعضه في ايده. فقال له انا ممكن اموت في اي لحظة، الكمبيوتر بتاعي في معمل المدرسة هتلاقي فيه العلاج. وطلب منه يمشي وبدأ يعطل الزومبي وضحى بنفسه، وللأسف انقلب السحر على الساحر. والمحقق بيطلع بأمان مع المساعد بتاعه وبيتجه للمدرسة. وتاني يوم الجماعة دول بيصحوا بيلاقوا طيارات هليكوبتر، بس محتاجين يلفتوا نظرهم بأي طريقة. جو قالت لهم مكتب المدرسين موجود فيه موبايلات الطلبة، لازم نوصل له عشان نستخدم الانترنت ونطلب المساعدة. بنطلع على سطح المدرسة وبنشوف تشان وسو مازالوا قاعدين نفس القعدة. قالت له يا ريتني قتلت نفسي امبارح، اكيد يانج نشر الفيديو وفضحت بجلاجل. تشاي بيفتكر يانج وهو بيحمل الفيديو، بس عملوا مجدول على الساعة 9 عشان ينزل تلقائي. وطبعا الساعة عدت 9، فحاولت تنتحر تاني لكنه مسكها. قالت له انا هنزل ابحث عن موبايل يانج وامسح الفيديو، تيجي معايا؟ قال لها لا اتكل انت على الله، انا هفضل هنا دعيلك. قالت له مش عايزة من وشك حاجة، وسابته ونزلت. وللأسف هجموا عليها وقتلوها، يعني حتى الزومبي اتحرش بيها. وبعد ما عضعضوا فيها سابوها. فبتتجه لأوضة المدرسين عشان توصل للموبايل قبل ما تتحول زومبي. في الوقت ده سامو وليزو اتفقوا انهم يوصلوا لأوضة المدرسين، ولأنها بعدهم بأوضة حاولوا يدخلوا من الشباك. وبعد معاناة بيوصلوا وبينزلوا بهدوء بدون أي صوت. بيتفاجئوا بسو بتكسر موبايلات الطلبة ومش فاهمين هي بتعمل كده ليه. فبيقع موبايل جنبهم، وأول ما سام مسكه سو شافته وهجمت عليه. ليزو حدفها بعيد قبل ما تعضه، والزومبي اقتحم المكان. وللأسف سام كان بعيد عن ليزو فخد موبايل واضطر يطلع من الباب، وليزو طلع من الشباك. في الناحية التانية يانج نام في أمان الله، لقى المدير بيصحيه. قال له ياما انت جيت منين يا عم انت؟ قال له مفيش وقت، ده مفتاح عربيتي هتلاقيها في الموقف، اطلع هاتها وتعالى خدني. قال له بلاش وجع دماغ انا عايز انام. قال له ولد اسمع الكلام بدل ما سقطك السنه دي. فمسك السكينه وقال له بتقول ايه؟ قال له بهزر معاك يا استاذ يانج، ايه هو الواحد ما يعرفش يهزر مع الطلبه بتوعه؟ قال له بتهزر؟ اه فاكر لما ضربتني في الطابور قدام المدرسه كلها؟ لا ما تخافش واجمد كده حبيبي. في الوقت ده سام هرب من الزومبي ودخل عليهم. اتفاجئ بالمنظر ده، قال لهم استغفر الله انتوا بتعملوا ايه؟ هي وصلت لكده؟ قال له دماغك راحت فين يا عم، ده انا كنت هقتله بس. فبيطلع الموبايل وبيصور الموقف وهدده انه هيبعت الفيديو للشرطه لو ما سابوش. المدير حاول يهرب لكنه قتله، وقال لي سام هات الموبايل بهدوء بدل ما اقطع دماغك والعب بيها كره مع الزومبي. لكن سام هرب من الاوضه، وللاسف يانج حدفه بالسكينه في ظهره. بننتقل لمجلس المدينه مع فان، وبنشوف الزومبي بيقتحم المكان. فطلب منهم يطلعوا على السطح على ما يعطل الزومبي بالميه، وفعلا بيطلعوا في الامان، وفان وصديقه بيطلعوا بعدهم. اشوفكم الحلقه الجايه. بتبدأ الحلقة بسام وهو بيحاول يتخلص من الزومبي، فبيدخل أوضة بيتفاجئ بالمنظر ده. قال لهم قفشتكوا يا حلو انت وهو، بتعملوا ايه الله يفضحكوا؟ قال له لا ما تكبرش الموضوع، ده انا كنت هقتله بس. فبيهدده لو ما سابوش هيبعت الفيديو للشرطة. المدير حاول يهرب لكنه قتله، وقال لي سام هات الموبايل بهدوء بدل ما اخلي مناخيرك تلات تخرام بالسكينة. فبيهرب منه، المشكلة انه بيحذفه بالسكينة بس الحمد لله مش بتصيبه. فبيدخل المكتبة وبيطلع جنب شخص سليم، بس خاف لا يكون مصاب وحدفه تحت. وطبعا الندل في الاندل منه. فبيجي يانج وبيحدفه للزومبي، وسام بيخلع من الزومبي وبيطلع فوق المكتبه، ويانج بيحاول يمسكه باي شكل. قال له اهدى يا مجنون، هو انت والزومبي عليا؟ قال له لو عايز تعيش هات الموبايل. وبيفضلوا يتخانقوا فوق المكتبه، والزومبي كان هياكل يانج بس لقى ريحه الشراب معفنه. المشكله انه بيتغلب على سام وبيحاول يوصل للموبايل، لكن سام بيضربه بالموبايل في عينه وبيحدفه تحت، والزومبي بيستقبله بالاحضان. قال لهم واحده واحده كله هياكل، وسام شايفه وهو بيموت قدام عينيه. بعد كده طلع من المكتبه ودخل المسقط وتسلق الماسوره عشان يبعد عنهم. بننتقل للحمامات مع الجماعه دول، وكانوا خلاص اتخنقوا من الريحه وعايزين يطلعوا. جيتا قالت لهم لازم ابحث عن ماسيو اخويا، قلبي حاسس انه عايش. وفعلا جمدوا قلبهم وطلعوا من الحمامات، وكانوا بيصطادوا الزومبي بالاسهم زي العصافير. وجيتا بتبص على كل فصل يمكن تقابل اخوها. بعد كده بيدخلوا العياده وبيلاقوا جهاز كمبيوتر، وطبعا بيفتحوه عشان يطلبوا استغاثه. في
الناحية التانية الجيش عمل مؤتمر صحفي وقال لهم ان مدينة هيوسان اتقفلت بالكامل وهيبذلوا اقصى جهدهم عشان ينقذوا الناس السليمة. وبيقولوا كمان انهم فصلوا الاتصالات والانترنت عن المدينة، وفعلا الشباب اتفاجئوا بالنت فصل، حتى الاتصالات مش شغالة، بمعنى اصح المدينة اتحولت لسجن مفتوح. وسام لسه مزنوق في المسقط وبيحاول يتصل بالطوارئ بس مفيش شبكة نهائي. في الوقت ده الهليكوبتر بتوصل لمجلس المدينة عشان تنقذ الجماعة دول، وبيتم نقلهم لحجر صحي على حدود المدينة، وكانوا بيفحصوا فيه اي شخص يطلع من المدينة. المديرة قالت لهم صباح الفل عاملين ايه؟ قال لها نزلي ايدك يا ولية، ممنوع تسلمي على حد هنا. ودخلوهم مكان عشان يتم فحصهم فيه. فان قال له انا بنتي محبوسة وسط الزومبي ولازم اطلع من هنا في اسرع وقت. في الوقت ده جو كانت حزينة وبتعيط على صديقها سام. ليزو قال لها انا اسف اني سبته ومشيت، بس انا واثق انه مستخبي في مكان امن. فبتقول له بقالنا 3 ايام محبوسين هنا، لازم نطلع ونستكشف المنطقة حوالينا عشان نطلب مساعدة، اكيد في ناس محبوسين زينا. وهنا بتجي لها فكرة عبقرية، قالت لهم في طيارة بالريموت في مختبر العلوم اللي فوقنا، لو استخدمناها هنستكشف اماكن الزومبي وهنطلب المساعدة من خلالها. سنغ قال لهم انا هطلع اجيبها، قالت له لا تطلع فين، انت لو طلعت الحبل هيتقطع بيك. وبتاخد واحد تاني وبتطلع للمختبر. في الناحية التانية المحقق مازال مستخبي مع جين المساعد بتاعه، وكانوا متابعين عربية مفتوحة ومستنيين اللحظة المناسبة عشان يدخلوها. جين قال له بلاش يا معلم، الزومبي لو شافنا هيشقلطنا، لكنه مصمم على اللي في دماغه. وبعد ما دخل العربية اتفاجئ ان المفتاح مش موجود، فبيطلعوا منها وبيبحثوا عن اي مكان امن. بالصدفة دخلوا مطعم ام سام وشافوا الام متكتفة وعايزة تاكلهم. جين اتخض وقال له ايه ده يا معلم، بص هناك كده، وبيلاقوا الطفل ابنها والحمد لله لسه عايش. فطلب من جين يرضعه. قال له رضعه ازاي يعني، ما تحترم نفسك يا عم انت. قال له يا غبي شوف اي لبن في التلاجة. في الوقت ده جو صديقها وصلوا المختبر العلوم والحمد لله بيلاقوا كذا طيارة باشكال مختلفة. والمشكلة ان في فار بيشم الدم اللي على الشراب بتاع جو. بننتقل لسام اللي كان مزنوق زنقة وحشة قوي، وبيفتكر ذكرياته مع صديقته جو ومامته كمان لانها وحشته، وطبعا بيدي لنفسه دافع بعدم الاستسلام. وبيطلع من باب المسقط، الزومبي اول ما شافه قال لهم حلقوا عليه، حلقوا عليه من الناحية التانية. فبيدخل اوضة الموسيقى وبيقفل الباب، وبيلاقي في الاوضة زومبي واحد بس، وكان مزنوق تحت البيانو ومفيش خطر منه. في الناحية التانية الشباب نزلوا بالسلامة وكتبوا عنوانهم بالتفصيل ولزقوه عليها، وبدأوا يستكشفوا المكان وصاحبنا ده اللي بيتحكم فيها. وباقي الشباب متابعين المشهد على الشاشة. بننتقل للشباب دول، وجيتا بحثت عن اخوها في كل مكان بس ملوش وجود، فاتفقوا انهم ينزلوا مركز الرماية ويستخبوا فيه. فبيطلعوا بيقتلوا الزومبي الموجود قدامهم وبينطوا من الشباك، وجيتا بتصطاد شوية زومبي وبتنط معاهم. في الوقت ده الطيارة بتدخل العيادة اللي كانوا فيها. ماسيو شاف سهم في جسم زومباية فقال لهم وقفوا هنا. سانغ قال له في ايه؟ قال له اختي متمكنة في القوس والسهم وعندي احساس انها عايشة. المهم بيستكشفوا باقي المكان بالطيارة وبيتفاجئوا بسام في اوضة الموسيقى وبيطمنوا انه بخير. بعد كده بيستكشفوا المنطقة قدام المدرسة، وللأسف لوكا شافت باباها ومامتها في العربية بعد ما تحولوا زومبي، وكانت بتصوت وحالتها صعبة. وفجأة الزومبي هجم على الطيارة ودمرها والعنوان بتاعهم بيطير في الهواء. بننتقل ليونج بعد ما الزومبي عضه، بس الغريب انه ما تحولش زومبي. وفجأة الزومبي هجم عليه تاني لكنهم مش بيعضوه لانه في نظرهم مصاب. بنرجع فلاش باك وبنشوف الاستاذ ليه بيقول ان ممكن الفيروس يتطور، ونشوف مصابين نصهم بشر ونصهم زومبي، وده بالظبط اللي حصل مع يونج. فبيتمشى بكل ثقة وسط الزومبي وقرر ينتقم من سام اشد انتقام. قبل ما نبدأ الحلقة السادسة اعمل اللايك الجميل وصلى على النبي تاني. بتبدأ الحلقة بالاستاذ ليه بيقول ان الاشخاص اللي عندهم مناعة قوية مش بيتحولوا زومبي بشكل كامل زي يونج كده. والمفاجأة ان سول اللي كانت عايزة تنتحر ما تحولتش زومبي بشكل كامل هي كمان، وبتحط روج وبتظبط نفسها، مفيش حد قدها بقى، عندها مناعة. في الناحية التانية لوكا اعصابها بايظة بعد ما شافت باباها ومامتها تحولوا زومبي، وفجأة قامت تحدف نفسها لكنهم مسكوها. سانغ قال لها اهدي يا مجنونة، حد ينتحر الساعة 9 الصبح؟ جو قالت لها انا كمان بابا اتأخر عليا وقلبي حاسس انه تحول زومبي، احنا لازم نطلع من هنا بأي طريقة لأن الحبسة دي هتموتنا، ولو ما متناش من الزومبي هنموت من الجوع. فبتنام على المكتب وبالصدفة ضغطت على المايك وعمل صوت مزعج. إيما دخلت تشوف مصدر الصوت وفهمت انه بسبب المايك، وهنا بتجيلها فكرة عبقرية. فبتقول لهم هنشغل المايكات على اغنية مزكتها عالية عشان الزومبي يتجه للصوت ويبعد عن السلم. سانغ قال لها كلام جميل، بس هنشغل الاغنية ازاي ومفيش نت؟ قالت له عندي الحل، وبتاخد اسطوانة قديمة وبتشغلها. ليزو اتكلم في المايك وقال لسام خليك مكانك واحنا هنيجي ننقذك، احنا فوقك في اوضة الاذاعة. وسام سمعهم، بس مش سام لوحده، يونج كمان سمعهم وخد السكينة الجميلة
واتجه لأوضة الإذاعة، وسام اللي كان محبوس في أوضة الموسيقى موجود جنبه مخزن للآلات الموسيقية. والمفاجأة إن جاكو مستخبية جوه وقافلة على نفسها، بس الأستاذة ماو مش معاها. المهم الجماعة دول بينفذوا خطتهم وبيشغلوا المايك وبيبعدوا الزومبي، ويانج بيحاول يلحقهم وبيكون الزومبي كله مشي ما عدا الأخ ده، فبيمشوا بهدوء من جنبه وبيحاولوا ما يعملوش أي صوت، بس للأسف عملوا صوت. قال لهم إيه المفاجأة الجميلة دي؟ فبيهربوا كلهم، وليزو بيحاول يعطله لكن الزومبي أقوى منه وبيهجم عليه وبيحاول يعضه، وطبعا كلهم سابوه لوحده. والمفاجأة إن يانج بيوصل وبيقتل الزومبي. ليزو قال له مش هنسلك الجميل ده. قال له ما تقولش كده يا عم، ده أنا عناية ليك، بس عناية اليمين بقى عشان الشمال مش شغالة. صحيح هو سام فين؟ قال له عايزه ليه؟ قال له لا مفيش، كنت هقتله بس. وفجأة هجم عليه وحاول يقتله. ليزو تمكن منه بس يانج أقوى طبعا، وقال له أنت حاسس بالخوف؟ لكن أنا الخوف ده مش هحس بيه تاني. في اللحظة دي إيما بتحاول تنقذه لكنه عضها، وليزو جرى عليه وحدفه من الشباك، وبعدين خدها ومشي. في الناحية التانية الجماعة دول وصلوا لمركز الرماية وقفلوا على نفسهم، وجون كان قاعد في جنب بيعيط. قالت له مالك يا بطة، خايفة ولا إيه؟ اتفاجئت إنه مصاب في بطنه. قال لها ما تقلقيش، دي مش عضة، الخشبة دخلت في بطني. والحمد لله الجماعة دول وصلوا لسام بالسلامة واتطمنوا عليه. وجاكو في المخزن وسمع كلامهم كله، وبيكتشفوا إن إيما وليزو مش موجودين، فبيطلعوا يبحثوا عنه بيلاقوه جاي قدامهم، وبيدخلوا أوضة الموسيقى تاني. وأثناء ما كانوا بيتكلموا صولا بتشوف العضة على إيد إيما وبتقول لها قاعدة ساكتة ليه؟ مستنية لما تتحولي وتقتلينا؟ ليزو قال لهم مفيش زومبي عضها، يانج اللي عضها وهو بيدافع عن نفسه. سام قال له أكيد هتتحول زومبي، أنا شفت يانج بعيني والزومبي بيعضه. ليزو قال له ده كان بيتكلم معايا طبيعي، حتى سألنا عليك. فبيتصدم وقال له سألك عليا وكان عايز يقتل إيما قبل ما تتحول. إيما قالت له ما تتعبش نفسك، وقعدت على الشباك وقالت لهم لو اتحولت تتخلصوا مني. ليزو مسك إيديها وقعد جنبها. جو قالت لسام عدى وقت ولو كانت مصابة أكيد كانت اتحولت. قال لها مستحيل، يانج اتعض قدام عيني، أنا هكدب ليه؟ قالت له ليزو هيكدب ليه؟ وبعد لحظات بدأ يظهر عليها أعراض الفيروس، وفجأة هجمت على ليزو. سام حاول يضربها لكن ليزو خد الضربة مكانها، واتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة. سام قال له يا غبا أنا خايف عليك، مش عايز أخسرك. جو قالت لسام انت أعمى؟ إيما ما عضتوش ومفيش دم على بقها. إيما قالت لهم أنا كنت عايز أعضه فعلا لكني سيطرت على نفسي، أنا همشي من هنا عشان أحل المشكلة دي. جو مسكتها وقالت لها مش هسيبك تمشي. وليزو بيربط إيده في إيديها وقال لهم لو عضت حد هتعضني أنا. في الناحية التانية المحقق بياخد البيبي عشان يمشي من المكان، وقال للمساعد هناخد الموتوسيكل ده، وبيديله خشب عشان يضرب الزومبي، وفعلا خدوا الموتوسيكل. بس قبل ما يتحركوا بيشوفوا بنت بتهرب من الزومبي، فخدوها ودخلوا تاني للمطعم. المحقق قال لها مامتك فين يا حبيبتي؟ فبتشاور على واحدة واقفة وسط الزومبي، وطبعا بتصعب عليه وبياخدها في حضنه وبيطمنها. في الناحية التانية الوضع مازال كما هو. سانغ قال لهم انا عطشان جدا ونفسي اشرب، وجاكو سمعاهم وجنبها مشروبات غازية، وكانت بتفكر انها تفتح الباب لكن سمعتهم بيقولوا ان وجود ايما وسطهم افضل من وجود جاكو المزعجة، فبتغير رأيها وبتقفل الباب من جوه. سام قال لهم عايزين نفتح الباب ده، وبيحاولوا بكل قوتهم يكسروه لكن الموضوع صعب عليهم، وجاكو قلبها واقف وخايفة منهم. في الناحية التانية فان مازال محبوس في الحجر الصحي وكل همه يطلع من المكان ده، فبيدخل عليهم الامن بالاكل. فان سأله هنفضل هنا لحد امتى؟ قال له حوالي 3 اسابيع. وفجأة بيضربوا بعنف هو واللي معاه، وصاحبه قفل الباب على ما يخلص عليهم، وبعدين بيلبس هدومهم هو وزميله وبيشوفوا طريقة يطلعوا بيها من هنا. بيوصلوا لسور عالي وصاحبه بيساعده يطلع عليه. صاحبه قال له احدف حبل عشان اطلع لكنه رفض، وقال له ارجع انت عشان تعيش. وبعد ما نزل قابل واحد من الامن كان شاكك فيه، فضربوا بالخوذة على دماغه وجري. والمشكلة انهم شافوه وبدأوا يضربوا عليه نار من كل مكان، فبينط في البحر وللأسف طلقة بتيجي في جسمه لكنه مازال بيقاوم عشان يقدر يوصل. تفتكروا هيموت ولا هيعيش؟ استنوا الحلقة الجاية. بتبدأ الحلقة بفان وهو بيهرب من الحجر الصحي، لكن الأمن شافه وحاول يقتله، وبعد ما نط في المية للأسف طلقة بتصيبه، فبيتحمل الألم وبيكمل، والحمد لله بيطلع بالسلامة، وبنكتشف إنه خدش بسيط. المهم بيشد حيله وبيتجه لهيوسان عشان ينقذ بنت. في الوقت ده قوة من الداخلية اتجهت لهيوسان ومعهم مازو، فضلوا أسبوع ويخلص خدمته. مامته اتصلت بيه لأنها سمعت إن الداخلية هتدخل هيوسان، فكذب عليها عشان ما تقلقش وقال لها أنا موجود في الكتيبة. وبعد شوية
دخلوا مول وقتلوا جميع الزومبي الموجود، وبيلاقوا شخص طبيعي في المكان فانقذوه. بس الحلو ما بيكملش، مازو تعض من الزومبي وحالته كانت صعبه، فبيحطوه في كيس وبياخدوه معاهم وبداوا يدرسوا حالته عشان يصنعوا لقاح مضاد للفيروس. بننتقل للشباب، وما زالوا محبوسين في اوضه الموسيقى، وليزو قاعد مع ايما بعيد عنهم عشان لو اتحولت. بعد شويه فتحوا الكاميرا وكل واحد فيهم قال كلمه لاهله عشان لو حصل لهم حاجه. جو طلبت من ليزو يسجل فيديو، قال لها اتكل على الله انا ناقصك. ايما قالت له انت خايف لا تحول زومبي وعضك صح؟ قال لها بالعكس انا بتمنى اموت معاكي. قالت له ايه ده ايه ده ايه ده شكلك معجب بيا. فبص في عينيها وقال لها معجب بيكي، كفايه ان عينيكي شبه عين المعزه اللي امي كانت مربياها. وفتحت الكاميرا وقالت له انا كمان معجبه بيك. فاتكسف وقال لها مجنونه بس بحبك. بنشوف سو بتتمشى في المدرسه وحست السمع عندها قويه جدا. بالصدفه وقفت قدام اوضه وسمعت صوت السمك في الحوض، فبتدخل لانها جعانه، وقبل ما تاكل حست ان في شخص موجود هنا، واكتشفت ان الاستاذ سايمون. قال لها بعيدي بدل ما ناولك في وشك. قالت له اهدى يا عم انا سو. قال لها اكيد اللي على هدومك ده مش كاتشب، انت مصابه ولا ايه؟ قالت له لا جعانه، ومسكت السمكه واكلتها حيه. قال لها انت شكلك كده مش طبيعيه، وبيقرب منها بهدوء وبيخبطها جامد. السمكه قالت لهم انا مالي، حلوا مشاكلكم بعيد عني. فبتوطي تاخدها وقالت له فاكر لما كنت عايزنا استدعي ولي امري؟ قال لها ده انا كنت عايز اشكر باباك انه خلف بنوته شاطره زيك. وبيمسك سكينه عشان لو هجمت عليه. قالت له سيب السكينه بدل ما اطلع الكبد من جسمك واشوحه بشويه بصل. وفجاه هجمت عليه فضربها بالسكينه لكن مش بتحس بالالم، وفعلا طلعت الكبد من بطنه لكنها رجعت كل اللي اكلته مع ان الكبد طلع طازه يعني. بننتقل لايما، وكانت حاسه السمع عندها قويه جدا هي كمان، سامعه بوضوح كل حاجه بتحصل حواليها. في الوقت ده سام ضرب قنبله دخانيه من تحت لتحت، بس اتفاجئ ان ايما مركزه معاه. قال لها بتبصلي كده ليه؟ الكرسي بيعمل حاجات غريبه، هو بايظ ولا ايه؟ في الناحيه التانيه يانج بيفوق بعد ما نزل من الدور التالت، وطبعا مش هيسيب حقه. بننتقل لايما اللي كانت قلقانه، فقالت لهم المكان بقى مخيف، لازم نطلع على السطح عشان لو طياره معديه تشوفنا. سانغ قال لها المشكله في الزومبي الموجود في كل مكان ده. بننتقل ليانج اللي كان بيشرب، وفجاه سمع صوت شخص مستخبي وبيتفاجئ انه الفتوه بتاع المدرسه، ويانج كان بيخاف منه. قال له انزل استخبى جنبي. الله 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي في وشك ده؟ مين اللي علم عليك؟ قال له لا يا عم مفيش حاجه، ده انا نسيتها في البيت بس. فقال له شايف العربيه اللي هناك دي؟ قوم هاتها عشان نهرب بيها. قال له ايدك جنبك بدل ما توحشك. فضربه وقال له اتكلم بادب يا ولد. قال له ده انت سقت فيها بقى، وشده من قفاه وطلعه من تحت ولوى دراعه بمنتهى القوه. وصاحبنا ده بيتعذب في صمت عشان الزومبي ما يسمعش، لكن قوه يانج كسرت عظم ايده. وقال للزومبي كله بالهنا والشفا، وبص لعينه في المرايه وقال لنفسه لازم سام يدفع الثمن. في الناحيه الثانيه سام بيقول لهم يا جدعان وجودنا هنا غلط زي ما ايما قالت، لازم نطلع على السطح. بالصدفه جو شافت شاشه وجالها فكره حلوه، قالت لهم نشغل فيديو من الكاميرا على الشاشه ونعلي الصوت عشان نجذب الزومبي، بس الاول نقسم الاوضه نصين عشان نكون في امان. وقالت لايما محتاجينك معانا، وفكت ايديها وبداوا ينقلوا جميع الاساس في نص الاوضه عشان يعملوا حاجز. بننتقل لفان، وكان بيعالج نفسه في قسم الشرط. بعد كده اكتشف مخزن اسلحه وبيحاول يفتح الباب بحديده، والمشكله ان الزومبي انجذب للصوت واقتحم المكان، وفي اخر لحظه خد السلاح وقتلهم وطلع من المكان بالسلامه واتجه لمدرسه بنته. بننتقل لمطعم ام وسام مع المحقق هافي والمساعد جين، وبيستعدوا عشان يواجهوا الزومبي، بس موني كانت خايفه وعماله تعيط. هافي قال لها غمضي عينك وامسكي فيا، ده اللي انا عايزه منك بس. وفعلا بتنفذ كلامه، وجين المغفل بيصوت وبيعمل ضوضاء، فاهم انه كده بيخوف الزومبي، والحمد لله طلعوا بامان. بعد شويه سمعوا شخص بينادي، وبنكتشف انه تايمز اليوتيوبر. جين قال له بقول لك ايه، ما تفكك منه ونخلع عشان المكان مش امان، لكن المحقق هافي صمم انه يطلع ينقذه. جين اول ما شاف الزومبي اتجنن وسابه ومشي الجبان. بننتقل للشباب بعد ما قسموا الاوضه نصين، ليزو فتح الباب للزومبي واستخبى معاهم، وبعدين شغلوا الفيديو والصوت كان عالي جدا، وبدا الزومبي يوصل من كل مكان، وكانت البنات بتعمل ضوضاء والشباب حاجزين الزومبي. واول ما اتاكدوا ان الزومبي كله اتجمع في الاوضه استغلوا الفرصه واتجهوا للسطح، وما تنسوش ان تشان مازال مستخبي فوق. بالصدفه شاف هليكوبتر متجهه ناحيته، وطبعا حاول يلفت الانتباه وسمع حد بيخبط على الباب، وطبعا الشباب وصلوا والحمد لله انهم وصلوا في الوقت ده، لكن الاناني ده مش بيفتح، ولان الباب الكتروني مستحيل يتفتح بدون الباسورد. والزومبي بيطلع فوق على صوت الهليكوبتر، بس مش دي المشكله، المشكله ان يانج وصل جواه غل ومش هيحل.
وخلصت الحلقة على كده. خد بالك بعد الاكشن ده كله انت لسه ما عملتش لايك، انزل حط اللايك الجميل وصلى على النبي. بتبدأ الحلقة بالهليكوبتر بعد ما وصلت على السطح، اللحظة اللي كلنا مستنيينها. الجنود قالوا له باقي الناس فين، فكذب وقال لهم انا الوحيد اللي ما تحولتش، مع انه سمع الشباب وهم بينادوا وما زالوا بيخبطوا عشان يلحقوهم، لكن صوت الهليكوبتر عالي ومفيش حد سمعهم، وللأسف سابهم ومشي الجبان. في الوقت ده يونج قابل سام وقال له مفاجأة، مش كده؟ لازم اخلع عينك وانت حي عشان تحس بنفس الألم. إيما استجمعت قوة الزومبي اللي جواها ومسكته وحدفته بقوة كبيرة ومش مصدقة انها بتمتلك القوة دي كلها. بننزل لسول قررت تعمل مصيبة عشان تمحي كل الذكريات المؤلمة اللي عاشتها في المكان ده. بتفضل كحول في كل مكان وبتولع في المدرسة، وكانت واقفة مستمتعة والدنيا بتولع قدامها، وبسبب الدخان الانذار اشتغل وسيستم الامان تم تعطيله، وبالتالي باب السطح اتفتح. بس لما دخلوا كان فات الاوان، الهليكوبتر مشيت خلاص. سام قفل الباب وقعد قدامه وكان حزين جدا. اتفاجئ بشخص بيخبط على الباب جامد، وطبعا انتوا فاهمين مين الشخص ده، والمجنون كان بيخبط بقوه لدرجه ان صوابع ايده اتطبقت، فبيسيبهم وينزل عشان يعالجها. بننتقل لمركز الرمايه مع الجماعه دول، عايشين في عالم تاني ومش حاسين باي حاجه. مي قالت لهم لازم نطلع على سطح المبنى ده عشان انا سمعت هليكوبتر من شويه. جون قال لها سطح ايه، انا تعبان، ده انا مزنوق من نص ساعه ومش قادر اقوم افك عن نفسي. قال له يا عم ما تقلقش، مي هتشيلك تدخلك الحمام. قالت له اشيل مين يا جبان يا مجرم، ده عايز ونش يشيله. بننتقل للسطح وماسيو بيديهم تعليمات عشان يكتبوا بالخشب كلمه ساعدونا عشان سواق الهليكوبتر ياخد باله. في الناحيه التانية هافي مازال قاعد مع تايمز بعد ما جين الندل سابه، وبيعالج رجل تايمز المصابه. في اللحظه دي اتوبيس بيدخل عليهم وبيقف قدامهم. جين قال له انا مش ندل زي ما انت فاهم. هافي قال لتايمز محدش بياكلها بالساهل وضرب بالانس على الاتوبيس، وقال لتايمز يلا مفيش وقت، لكن تايمز خايف. قال له ما تنجز يا عم بالطرحه اللي انت لابسها دي، فبيجمد قلبه وبينط، والحمد لله خلعه من المكان. الليل بيدخل عليهم وهافي بيلعب مع البيبي، وفجاه خبطوا بنوته ماشيه وعملوا حادثه. هافي قال له مش تاخد بالك، مفيش حاجه بتكملها صح لاخرها ابدا. بينزل يشوف البنت حصل لها ايه، والمفاجاه انها سو. قال لها انت كويسه، في دم على دماغك. في اللحظه دي الداخليه وصلت وضربوا عشوائي على الاتوبيس، فاهمين انهم زومبي. هافي انبطح على الارض وقال لهم احنا مش زومبي، انا ظابط وده الكارنيه بتاعي. بننتقل لجاكو المحبوسه في المخزن، بالصدفه بتلاقي الكاميرا قدامها وبتتفرج على فيديوهات زمايلها، وبتفتكر يوم ما عملت مشكله مع سون والاستاذه ماو اتدخلت بينهم. صحيح الاستاذه ماو اختفت فين بعد ما انقذتها؟ بنكتشف ان بعد ما انقذتها زومبي هجم عليها وعضها، وبعد ما الزومبي عضها دخلت جاكو اوضه الموسيقى وقفلت عليها، وجاكو كانت حزينه وشايفاها بتتحول قدام عينيها. المهم بتاخد كميه اكل بزياده عشان تمشي، لكن يانج دخل عليها وكانت فاكراه زومبي. قال لها اخصى عليكي، زومبي ايه، في زومبي بيتكلم؟ اه في، وهجم عليها وقتلها. بعد كده بيفكر انه يطلع على السطح من خلال الماسوره، وكان ماسك صباعها في بقه مش عايز يحله. بنطلع للسطح مع الشباب وكانوا عاملين تجمع عائلي كده. سام خد نفس عميق وقرر يعترف لجو بحبه ليها، فبص في عينيها وطلع كل الكلام اللي في قلبه. بحبك، لما بتمشي بحس بزلزال بقوه رهيبه، لما بتقعدي على اي كرسي على اي انتريه كرسي ولا انتريه فرحانين جدا جدا. وبعد الكلام الحلو ده قالت له انت زي اخويا، ما طبيعي تقول له انت زي اخويا بعد انتريه دي. واستاذنت وقامت لوحدها، قال لها انا مش زعلان انك مش بتحبيني، الحب مش بالعافيه. قالت له غصب عني انا اسفه، انا جرحتك. فسابها ومشي. ويانج مازال بيتسلق الماسوره والصباع مديله باور ايه تقولش قرد طالع. واثناء ما جو قاعده في مكانها بتعيط، يانج وصل بالسلامه. قال لها ايه ده، ايه ده القمر بيعيط ليه؟ دموع الفرحه عشان شفتيني؟ امال لما تشوفيني بقى وانا بخلع عين سام قدامك هتعملي ايه؟ وبيهجم على سام بعنف وبيثبته في الارض، وللاسف بدا يخلع عينيه. بتبدأ الحلقة بيانج وهو بيتسلق عشان يطلع على السطح، والشباب قاعدين قاعدة عائلية جميلة، وجو كانت قاعدة لوحدها. اتفاجئت بيانج وصل وكان ناوي يعمل حفلة عليهم. قال لها اتفرجي على صاحبك سام وانا بخلع عينه قدامك. سام قال له انا قدامك اهو، سيبها وتعالى. فبيهجم عليه وبيثبته في الارض وحاول بكل قوته يخلع عينيه. جو حاولت تتدخل، قال لها لما الرجالة تتكلم الحريم تسكت، وحدفها بعيد. ليزو انقذ صديقه في اخر لحظة، لكن يانج خبطه شلوت كسر عضل.
عظمه وقال لهم اللي هيقف قدامي هدوس عليه على جثتي لو شخص واحد طلع من هنا حي. سام قال له ولا منك زومبي ولا منك شخص عادي زي زمان، ولا كنت طالب مجتهد ولا كنت بلطجي حتى، فوق يا ابني انت مجرد حسالة. فتعصب وقال له انا كنت هخلع عين واحدة، بعد كلامك ده هخلع عينك الاتنين والعب بيهم بيلي. والشباب كانوا على اتم الاستعداد عشان لو عقل وزه وهجم عليهم، وفعلا هجم عليهم. ماسيو اتجنن وخبطوا بخشب على دماغه. شامي قالت له بص ايدك ما تقتلوش، ده مجنون وبيتعالج. قال له لو انت مجنون انا هعقلك. وبيتخلص من الباقيين. في الوقت ده ايما بتستجمع قوة الزومبي عشان تنقذ اصدقائها. ليزو بيضربه بقوة لكنه ما بيحسش، وتمكن منه وحاول يحدفه للزومبي. والحمد لله ايما اتخلصت منه وانقذت حبيبها ليزو. ويانج لزق في الارض ومش قادر يقوم، فبيعاند نفسه وبيمشي وعظمه متكسر. بننتقل للحجر الصحي وبنشوف تشان بعد ما تخلى عن اصدقائه، وفي نفس الوقت الضابط تم انقاذه وبيقول للمسؤولين اللي صنع الفيروس شخص اسمه لي، استاذ علوم في مدرسة هيوسان، ومسجل كل المعلومات اللي تخص الفيروس على لابتوب هناك. القائد قال لهم ابعتوا هليكوبتر للمدرسة حالا وما ترجعوش من غير اللابتوب ده. في الوقت ده تشان قابل صديقته سو وكانت مش طايقاه لانه تخلى عنها وسابها تنزل لوحدها لما كانوا على السطح. قالت له اسكت مش ولعت في المدرسة قبل ما امشي. قال لها انا حاسس انك مش على طبيعتك، انت كويسة؟ اتفضلي كلي لو جعانة. قالت له انا هاكل بس هاكل حاجة تانية، عايز انتقم منك وحولك زومبي. قال لها ده وقت برضو تهزر فيه؟ تفتكروا بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ بننتقل للمدرسة مع الشباب الجميل ده، كل واحد بيقول امنية كان نفسه يحققها. سام قال لهم انا كان نفسي افتتح المحل مع مامتي، وما عندوش علم ان مامته وصلت المدرسة عشان تنقذه وللأسف اتحولت زومبي. وجو كانت امنيتها الوحيدة تطمن على باباها وما عندهاش علم انه جاي في الطريق عشان ينقذها. ايما قالت لهم امنيتها اشتري عربية اعلى موديل. سنغ قال لها وانا امنيتي اكون ضابط مرور. قالت له ليه؟ قال لها عشان اعمل لك مخالفة واسحب رخصك، اهو غلاسة كده. في الوقت ده سمعوا صوت طيارة هليكوبتر، وطبعا كانت جاية عشان اللابتوب، والحمد لله انكتب لهم عمر جديد. لكن الجنود اول ما نزلوا هددوهم بالسلاح. سنغ قال لهم انتوا جايين تنقذونا ولا تقتلونا؟ قال له انبطح على الارض يالا وانت ساكت. وبيكشفوا عليهم عشان يتاكدوا من سلامتهم. الضابط قال لهم جندي هيفضل معاكم هنا على ما نخلص مهمتنا، وبيستعدوا عشان ينزلوا المعمل العلوم والهليكوبتر بتساعدهم بالإضاءة. وطبعا القائد شايف كل حاجة قدامه على الشاشة. المهم بيقتحموا المعمل وبيخلصوا على كل الزومبي الموجود في المكان. بس المشكلة ان الاعداد في تزايد مستمر بسبب صوت السلاح. وطبعا يانج سمع الصوت وفاهم انهم بيقتلوا الزومبي، فبيدخل يستخبى في مكان امن وبيقفل على نفسه. بننتقل للشباب اللي في مركز الرماية وكانوا سامعين صوت الطيارة. جيتا قالت لهم لازم نوصل لها باي شكل، ولان جون تعبان بدأوا يثبتوه على النقالة عشان ما يصعبش عليهم مهمة الوصول. في الوقت ده الجنود اخدوا اللاب وخلصوا مهمتهم بنجاح. القائد قال لهم انقذوا الطلاب وتعالوا على طول. في اللحظه دي ضابط دخل عليه وقال له في مصيبه، وبنكتشف ان سو نفذت كلامها وقتلته. الجيش قبض عليها، والقائد شاف المشهد على الشاشه وبيفهم انها كانت مصابه بس الاعراض مش ظاهره عليها. والمشكله الاكبر ان سو لابسه اليونيفورم بتاع المدرسه، وللاسف حصل اللي مفيش حد يتوقعه. القائد قال لهم ممنوع تنقذوا اي شخص منهم. الضابط قال له ازاي يا فندم كلهم كويسين؟ قال له نفذ الاوامر بدون نقاش، هات اللابتوب وتعالى. فبيحاولوا يستعطفوا الجنود يمكن قلبهم يحن، وللاسف مفيش فايده. والجماعه دول شافوا الطياره ماشيه قدامهم وفقدوا الامل هم كمان. بننتقل للحجر الصحي، والجيش اتهم صوفيا والمجموعه اللي معاها انهم ساعدوا فان لما ضرب الجنود وهرب، وكانوا بيصوروا التحقيق لان صوفيا شخصيه عامه. قالت لهم اولا مفيش حد فينا ساعده، بس انا السبب انه يوصل لكده لانه كان متجه بالاسعاف لانقاذ بنته، لكن المدير بتاعه ضغط عليه عشان ينقذنا، وانا لازم اتحمل المسؤوليه كامله ومستعده لاي حكم. بننتقل لسو بعد ما الجيش تحفظ عليها. القائد قال لهم من اللحظه دي مفيش مخلوق يطلع من بوسان، واي شخص انقذته من المدينه يتحط تحت ملاحظه خاصه. بيقبضوا على صوفيا واللي معاها وتحفظوا على هافي وجين لانهم خارجين من بوسان. وهافي يا عيني من حنيته شايل الطفل ومش عايز يسيبه، حتى الطفله موني اعتقلوها. اللهم ارحم كل اطفال غزه، ادعي لهم دعوه من قلبك حالا. في الناحية التانية ايما بتتعذب بسبب صوت الرعد، وليزو كان مغضوض عليها بس حل المشكلة. قالت له انت ازاي كده؟ بحبك يا مجنون. والامطار بدأت تنزل بكثافة، وكانوا في قمة السعادة لانهم ما شافوش المية من 5 ايام، وبتصعب عليهم نفسهم والسعادة بتقلب لبكاء هستيري. ويانج تحتهم كان بيتعذب بسبب صوت الرعد. سام تفائل بعد هطول الامطار وقال لهم لازم ننقذ نفسنا بنفسنا، مش هنستنى مساعدة من حد. ومع ان جوجا راحته مسك ايديها وقال لها خليك
خليكي جنبي عشان احميك. المهم بينزلوا بهدوء وبيحاولوا يتجنبوا اي صوت عالي وبيطلعوا من المبنى بالسلامة وبيحاولوا يكتشفوا طريق امن يخرجوا منه. في اللحظة دي سام بيتفاجئ ان مامته قدامه وللأسف بتكون تهيؤات لانها في الحقيقة اتحولت زومبي. وبتخلص الحلقة على المشهد الحزين ده. بتبدأ الأحداث مع سام بعد ما شاف مامته وكان مصدوم يا عيني لأنها أغلى شخص في حياته. وفجأة سانغ ضربها وحاول يقتلها لكن سام اتجنن وحدفه على الأرض وقال له لو لمستها تاني هقتلك. ليزو مسكه وحاول يهديه لكن الموضوع صعب عليه لأنها مهما كانت مامته. المهم جو خدته وبدأوا يبحثوا عن مكان آمن. في نفس الوقت الجماعة دول بيحاولوا يطلعوا من المدرسة بس جون كان مصعب عليهم المهمة. وجيتا الزومبي اللي بتشوفه أمه داعي عليه. بالصدفة بيقابلوا المجموعة التانية وبيتحدوا مع بعض وبيدخلوا صالة الألعاب. وأول ما بيحسوا بزومبي بيدخلوا المخزن. ومي كانت محتاسة بجون لأنه تقيل لكن جون بيفك الحبل وبيعطل الزومبي وبيضحي بنفسه عشانهم. فدخلوا المخزن وقفلوا الباب. والمشكلة إن هان ملحقش يدخل معاهم فاضطر يهرب لمكان تاني. وجيتا مسكت إيد ماسيو أخوها عشان تطمنه. بننتقل للقائد اللي كان بيتابع فيديوهات الأستاذ لي وكان بيقول إن الحل الوحيد لإنقاذ العالم هو قتل الزومبي. فقال لهم عززوا الحصار على المدينة مفيش دبانة تطلع من جوه. في الناحية التانية بنشوف مسؤول بيتكلم مع صوفيا وطلب منها تمضي على استقالتها عشان لو حصل مشكلة تكون في امان. بس كانت حاسة ان الشخص ده مش سالك وعايز يخدعها. قال لها ما تستعجليش خلي الجواب معاكي وبعد ما تمضي سيبيه مع الامن. وفي تاني يوم جو قالت لسام انا اسفة اني جرحتك بكلامي. قال لها مهما حصل هفضل احبك. قالت له خلي الكلام ده بعدين مش وقته لما نطلع من هنا بالسلام. سانغي كمان دخل في الخط وقال لي جيت انا معجب بيك انا شفت الحب اول ما شفتك. قالت له شفت ايه عينيا قومني بس الاول عشان نعرف نتكلم. قال لها بس كده ده انت تؤمر يا جميل. وبعدين بصت في عينيه وكان مكسوف وعينه بتطلع قلوب. وفجأة ضربته بعنف وكان شكله وحش قوي. قالت له شفت الحب. قال لها شفت خلاص ربنا على المفترى يا شيخة. بننتقل ليانج اللي طلع على السطح لكن مش بيلاقي حد موجود وما عندوش علم هم اختفوا فين. في الوقت ده الشباب بيستعدوا عشان يطلعوا من المدرسة وكانوا مجهزين خطة عبقرية. جمعوا كل السلات اللي في المخزن وعملوا بيها دايرة مقفولة عشان الزومبي ما يوصلش لحد فيهم. واثناء ما يانج بيشمشم هوا نظيف وبيستمتع بالطبيعة الخلابة سمع صوت في صالة الالعاب فبياخد ديله في سنانه وبيطير على هناك. والشباب بيحاولوا يسحبوا الزومبي في اتجاه الباب الخلفي. جو بتحاول تفتحه لكن الموضوع صعب عليها. الغريب ان شخص فتحه واتفاجئت انه باباها فان. وبتخلص الحلقة على المشهد الجميل ده. الحلقة دي بقى فيها شوية مفاجآت صدمتني بصراحة. اول ما جو فتحت الباب اتفاجئت بباباها وكانت اجمل مفاجأة حصلت في حياتها. قال لها طول ما انا معاكي ما تخافيش. وبعدين قال للشباب هنعدي من ملعب التنس عشان نوصل للغابة. بالصدفة بيشوف زومبي فبيعمله القضية في الحتة الفاضية. بننتقل لهان في مركز الرماية. يانج قال له سامو عليكم. بقول لك يا صاحبي ما شفتش واحد عينه ضيقة اسمه سام. قال له لا ما شفتوش. وبعدين انت غبي يا عم انت تاني مرة لما تدخل اقفل الباب. قال له ايه ده ده انت قلبك جامد بقى. فمسكه وقال له انا عندي استعداد اشرب من دمك وانت حي بس حظك اني مش جعان. بالصدفه شم ريحه سام على هدومه. قال له انت كنت مع سام وبتشتغلني يالا انت اللي جبته لنفسك بقى. وللاسف قتله. في الوقت ده الشباب وصلوا لملعب التنس. فان دخلهم وقفل الباب لكن الزومبي حوط الملعب من كل اتجاه. بس المشكله ان الباب اتفتح والجماعه دول في موقف صعب. فان شغل دماغه وطلع شمروخ وحدفه بعيد عشان يشتت انتباههم. وفعلا المجانين اتجهوا ناحيته. فان طلب منهم يطلعوا والمشكله ان الزومبي هجم عليه وحاول يعضه من ايده لكن حدفه بعيد. وبعد ما طلعهم قفل الباب على نفسه. بنته قالت له بتعمل ايه مش هتيجي معانا. بنتفاجئ ان الزومبي عضه في ايده وللاسف هيتحول في اي لحظه. قال لها ادخلوا الغابه هتلاقوا علامات تدلكم على الطريق انا اللي عاملها. وللاسف بيستسلم لانه كده كده هيتحول زومبي. وجو يا عيني بتمشي وهي حزينه. من حسن حظهم بيلاقوا مبنى تحت الانشاء ودخلوا فيه يستخبوا من الزومبي. فبيطلعوا فوق لكن مش بيلاقوا مكان يستخبوا فيه. بالصدفه ايما بتلاقي سقاله تحت الشباك فبينطوا وبيستخبوا عليها بعيد عن عيون الزومبي. وجو يا عيني ما زالت اعصابها بايظه بعد ما شافت باباها بيموت قدام عينيها لدرجه انها مسكت حديده عشان تقتل نفسها لكن سام اخدها منها وحدفها. في الوقت ده يانج بيشم الاكسجين اللي في الهواء كله عشان يحدد مكان سام. وفعلا بيمشي في نفس الاتجاه اللي مشي فيه. بننتقل للجيش وكانوا محتفظين بسو مازو. والقائد بيحاول يوصل لحل نهائي للقضاء على الزومبي وبيكتشف انهم بينجذبوا للاصوات العاليه. وهنا بياخد اكتر قرار هيندم عليه في حياته.
بيحدد 4 مواقع في المدينة وطلب منهم يجمعوا الزومبي في الاماكن دي باستخدام مكبرات الصوت. المساعد قال له بعد ما نجمعهم هنعمل ايه؟ قال له هنسويهم بالارض. شكله كده ناوي على جحيم، والمشكلة ان المدرسة اول موقع فيهم، وبعتوا هليكوبتر تبلغ الناس السليمة بالاختباء في الانفاق حالا. قالت لهم هم هيضربوا نووي ولا ايه؟ صنغ قال لهم شوفوا حل، لازم نمشي من هنا حالا، والزومبي في كل مكان ومفيش امل للنجاة. بعد شوية الجيش وصل حدود المدينة واطلق طيارات بتصدر صوت مزعج، وبيستخدموهم عشان يجمعوا الزومبي في ال4 مواقع المتفق عليهم. وبعد شوية بيوصلوا للمدرسة، والزومبي بيتجنن اول ما بيسمعها، وفي خلال دقايق المنطقة كلها اتجمعت في الملعب، وام سامي عيني زومبياية عجوزة متبهدلة وسطهم، بس كانت مصممة توصل. في الناحية التانية الشباب ما زالوا متعلقين، والمشكلة الصاروخ ممكن ينضرب في اي لحظة والمدى بتاعه هيوصل لهم. تتوقعوا مين هيطلع حالا من الشباك؟ اكيد يانج اللي وصل لهم بفضل مناخيره، وقال لي سام ريحتك المعفنة هي اللي وصلتني ليك. سام اتجنن عليه، لكن يانج غفله وخبطه ونزل يكمل عليه. ليزو لقى البنات خايفين فجمد قلبه ودخل عليه، اداله بوكس نزله الدور اللي تحت. اجمد يا ليزو، البنات يقولوا عليك ايه؟ فرفور. ويانج بيثبت ايد سام وللاسف بيعضوا منها. في اللحظة دي الطيارات بتقرب من المنطقة اللي هم فيها، والصوت بيعذبه هو وقيمة. سام استغل الموقف وحدفه تحت، لكن بعد فوات الاوان، مسألة وقت ويتحول زومبي، فقطع الاسم بتاعه وسابوا ذكرى جميلة مع جو. وبعدين دخل جوه المبنى وبيحاول يشتت انتباه الزومبي ويبعدهم عن المكان، وفعلا بينجح انه يبعدهم، وبيستغلوا الموقف وبينزلوا من المبنى. ويانج متمسك بالحياة قوي ومصمم يفرقع عين سام. تفتكروا هيعرف يعملها؟ انا عن نفسي خمنت غلط. والجماعة دول طلعوا من الباب الخلفي، وسام بدأ ينزف دم لانه هيتحول. بيتفاجئ بالمعلم ده قدامه، قال له انت قمت منه وحولتني زومبي اهو، عايز تاني؟ قال له هفرقع عينيك يا حلو، ده انا طول المسلسل عمال الف عليك. وفعلا ثبته في الارض وضغط بكل قوته على عينيه فرقعها. في اللحظة دي القائد ادهم الاذن بضرب المدينة، فبيستهدفوا اول موقع وقتلوا الاف الزومبي، والموقع التاني تم تدميره. وبعدين استهدفوا ملعب البيسبول، وبالتالي المدرسة هي الباقية، فبيستهدفوها بصاروخ قوي، وللأسف المنطقة كلها اتدمرت. ومع ان الشباب بعيد، لكن الشظايا كانت هتصيبهم، والمبنى اللي تحت الانشاء ولع، ويانج حضن سهم وماتوا مع بعض. في الناحية التانية القائد بدأ يحس بالذنب لانه قتل 60% من سكان المدينة، ودخل المكتب بتاعه ولبس بدلته العسكرية. وبعدين اتصل بزوجته وقال لها توحشيني. قالت له هوحشك ايه؟ وقفل في وشها المكالمة وطلع المسدس بتاعه وقتل نفسه قدام الكاميرا. وبتخلص الحلقة على المشهد ده. بتبدأ الحلقة بعد ما تم إبادة الزومبي إلا أعداد بسيطة، وطبعا الجنود دخلوا قتلوا باقي الزومبي، بس المدينة كبيرة وهياخدوا وقت. في الوقت ده الشباب قاعدين في الغابة، وإيما كانت حاسة إنها هتتحول زومبي ومخبية عينيها لأن شكلها بشع. وسنغ مصاب بسبب شظايا الصاروخ، ولحظة وجود علامات متعلقة على الأغصان. وجو فهمت إن دي اللي باباها قالها عليها. بالصدفة بتلاقي كشاف وبتكتشف إنه بتاع باباها. في الناحية التانية الجنود اقتحموا بيت الأستاذ ليه، واتفاجئوا إنه ما قتلش زوجته وابنه وما زالوا متسلسلين على وضعهم. والشباب بيوصلوا المدينة تانية، لكن بيظهر لهم زومبي من كل مكان، وقرروا انهم يتحدوا مع بعض ويخلصوا عليهم. وفي وسط الزحمة ماسيو بيتعض وبيودع اخته جيتا قبل ما يتحول زومبي، وفجأة بدأ يتحول، وقبل ما يهجم عليهم ايما خلصت عليه. وبعدين اتحركوا من المكان، لكن ايما بدأت تجوع وخايفة تتحول وتهجم على اصحابها، فبتسيبهم يسبقوا وبتاخد جنب وبتحاول تفوق نفسها. بعد شوية ليزو بيلاحظ انها اختفت، فبياخد جو وبيبحثوا عنها في كل مكان. بيتفاجئوا انها بتاكل واحد من الزومبي، وقالت لهم امشوا من هنا عشان مش قادرة اسيطر على نفسي. والمشكلة انهم وقفوا يتكلموا معاها، فجأة هجمت على جو وكانت ناوية تعضها، لكن اتحكمت في نفسها في اخر لحظة، وليزو مش هين عليه يقتلها. وبعدين بتسيبهم وبتختفي في المدينة نهائي، والجماعة دول بيكملوا طريقهم والحمد لله بيقابلوا الجيش، فبيسلموا نفسهم والجيش بيكشف عليهم وبيتأكد انهم طبيعيين. وطبعا بعد ما القائد مات، المحقق هافي والمساعد جين تم الافراج عنهم. بالليل جو بتتسحب وبتهرب من الحجر الصحي، وبتفضل ماشية في الغابة لوحدها لحد ما وصلت لشجرة، وبنكتشف انها معلقة عليها
أسماء أصدقائها اللي ماتوا، بتقرأ الفاتحة على روحهم وبتتكل على الله. بالصدفة بتلاحظ نار مولعة فوق المدرسة، وفي تاني يوم قابلت ليزو وقالت له لو أنت فاضي بالليل تعالى معايا نشوف الموضوع ده، بس ما تقولش حاجة لباقي المجموعة، مش عايزين دوشة. وبالليل اتجهت للمكان اللي اتفقوا عليه، اتفاجئت إنه مجمع الشباب ومستنيها، قالوا لها يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل، واتجهوا مع بعض للمدرسة. وبيوصلوا بيلاقوا المكان كله اتدمر والجثث مفحمة في كل مكان. المهم بيطلعوا على السطح وبيلاقوا الولعة قدامهم، وبالتالي أكيد في حد مولعها، وبيحاولوا يخمنوا مين اللي عمل كده، أكيد إيما يعني. وطبعا استحمت حماية جميلة ونزلت الدم اللي على جسمها، قالت لهم كل يوم بولع النار وعندي أمل إننا هنتجمع تاني حواليها. في اللحظة دي بدأت تحس بالجوع فبتمشي من قدامهم قبل ما تاكل حد فيهم. وبيخلص الموسم على المشهد ده. الموسم التاني جاري تصويره، أول ما ينزل هلخصه على طول. أشوفكوا الفيلم الجاي.